ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أبشركم وأبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأنا المرة اللي فاتت سورة ياسين، وقلنا إنه سور القرآن جميعا لأنها سورة فهي من اسمها مصورة، مصورة بسور، يعني في جامع، في حاجة بتحيط بجميع الآيات، في معنى بيجمع كل الآيات. هذا المعنى احنا اتفقنا اللي هو اللي احنا سميناه موضوع السورة او مقصد السورة او غرض السورة. وقلنا لحضراتكم المرة اللي فاتت ان سورة ياسين موضوعها الرئيسي هو تقرير اصول الدين الثلاثة اللي هي الوحدانية والرسالة والمعاد. الوحدانية حديث عن الله سبحانه وتعالى وأنه واحد خالق أحد فرد صمد مبدع حكيم. في الرسالة بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. المعاد بيان أنه بعد هذه الحياة حياة أخرى، وأنه الأمر لا ينتهي على مجرد هذه الحياة الدنيا. كنا آخر حاجة قلناها أنه كان فيه نموذج السورة ضربته للمؤمنين لحد قيام الساعة، هو نموذج رجل آمن. والقرآن بيعطي نماذج مختلفة متنوعة بحيث كل واحد من الناس يرى نفسه في نموذج من هذه النماذج ويشعر أنه هو المخاطب بهذا الكتاب وليس أحدا آخر. فهنلاقي قصص في القرآن متنوعة بحيث كل مجتمع وكل فرد وكل مجموعة وكل فئة ترى نفسها في قصة من قصص القرآن. هذا النموذج هو نموذج حبيب النجار. حبيب النجار رجل آمن برسوله وتحمس لهذا الإيمان وضحى من أجل هذا الإيمان وساعد رسوله في إيصال دعوته إلى الناس وبين السبب الذي من أجله آمن، وبين القرآن عاقبة هذا الإيمان في الدنيا والآخرة. فإن القرآن بيقول إنه يعني ده نموذج مصغر مما يجب أن يفعله كل إنسان، إنه يؤمن بالرسالة ويكون إيمانه قوي، وإنه إيمانه هذا بالضرورة هينضح، هيطلع منه، هيبان على سلوكه، هيبان على أقواله، هيبان على أفعاله. كل واحد مشغول بحاجة بالضرورة هتلاقيها إيه ظهرت في أقواله، في أفعاله، في حركاته. فاللي بيؤمن بعقيدة، اللي بيؤمن بمبدأ، اللي بيؤمن بدين، لا شك هيظهر على أقواله وأفعاله وحركاته. هذه السورة بتقول لنا إنه هذا هو النموذج الذي ينبغي أن يحتذى، وهذا هو المآل في الدنيا والآخرة. فكأنه الآيات أيضا بتبشر من يفعل فعل حبيب النجار بأنه يكون مآله كحبيب النجار في الآخرة حين قال: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بتبدأ الآيات الآن في الحديث عن أنه إهلاك المكذبين سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، وإنه إهلاك المكذبين أمر غير مستبعد إذا أراد الله سبحانه وتعالى إنه يفعل ذلك. فما ذلك على المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببعيد. طيب، إذن الله سبحانه وتعالى يقول إنه كل مكذب سينال جزاءه إما في الدنيا وإما في الآخرة، بل ربما
لا يعذب المكذب في الدنيا لهوان شأنه على الله، لهوان شأنه على الله، بعكس ما يسول له الشيطان إنه لا يعذب في الدنيا لأنه له مكان عند الله مثلا. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. قوم حبيب النجار لما كذبوه وآذوه كما آذوا رسوله، الله سبحانه وتعالى بعد ما مات حبيب النجار لم يعذب قومه بإرسال جنود من الملائكة عليهم. لماذا؟ لهوانهم على الله، هم أقل شأنا من أن يبعث الله عليهم جندا من جنده، وإنما كان عذابهم وإهلاكهم بالصيحة، صوت عظيم صدر من ملك من ملائكة الله تعالى، هذا الصوت العظيم أماتهم. والعلم الحديث بيثبت أن الإنسان يمكن أن يموت من صوت عالي، يعني يمكن الصوت العالي يحدث في الإنسان صدمة قوية جدا بحيث الإنسان ده يموت نتيجة الصوت. والقرآن أخبرنا أنه أمات الله عز وجل ناسا بصوت عال ضخم، والقرآن بيخبرنا أنه البشرية جميعا هيجي عليها وقت وتموت نتيجة صوت عالي جدا أيضا. القرآن بيؤكد على هذه الحقائق العلمية. يبقى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. لماذا لم يعذب الله عز وجل هؤلاء الناس عن طريق إرسال جنود من الملائكة؟ لهوانهم على الله تعالى، وإنما أراد الله عز وجل أن يعذبهم بالصيحة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يعني بعد ما كانوا كده رايحين جايين متحركين خمدوا زي النار كده، ما كانت مشتعلة ثم خمدت، فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة على العباد، يعني من كان هذا شأنه ينبغي أن يتحسر على نفسه، أو الذي يقول يا حسرة على العباد، الملائكة يتحسرون على العباد. الملائكة طبعا حضراتكم عارفين أنهم مخلوقات طائعة لله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذه المخلوقات وجدت لذة العبادة، وبالتالي لما بتشوف إنسان يعصي الله سبحانه وتعالى تبقى مستغربة، إزاي هذا الإنسان يبقى قدامه طريق الخير طريق النور طريق الهداية ويتركه؟ فحاجة غير مفهومة. يا حسرة على العباد. لذلك الملائكة بتفرح بالمؤمن فتستغفر للمؤمن وتستغفر لفاعل الخير وتقف عند قبره وتدعو له إذا مات، وتستقبله الملائكة إذا صعدت روحه وهو مؤمن، وتستقبله الملائكة إذا دخل الجنة، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ليه؟ لأنه هذا الإنسان الذي آمن يعني عدى من مراحل صعبة من التكليف ولم يقع فيما وقع فيه غيره. يبقى يا حسرة على العباد، العباد هنا المراد بها الكافرون العصاة الضالون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الاستهزاء بالرسل والأنبياء وسيلة متبعة من الوسائل يعني اللي على طول بيستخدمها أهل الضلال. ليه؟ لأنه أخذ الكلام بجدية معناها عرض الحجج، معناها عرض البراهين، معناها أنه ينت صح ين صح، ثم يظهر من المحق ومن المبطل. لكن الإنسان إذا كان في قلبه كبر، يعني هو عارف أنك صح وبعدين عايز يغلوش على الموضوع، فماذا يفعل؟ يأخذ الموضوع باستهزاء. لكن لو في جدية، حتى شوفوا القرآن بيعبر عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني مفيش موضوعية ومفيش تجرد للحق أكثر من هذا. يعني الرسول لا شك
إن هو لا يشك أبدا في إنه رسول الله إنه على الحق. لكن مع ذلك بيقولهم تعالوا يا جماعة نقعد مع بعض، واحد مننا عنده الحق، مش هنقول دلوقتي مين هو، واحد مننا أكيد ما على باطل، لأن إحنا بنقول كلام عكس بعض، فيستحيل إن يكون الاثنين صح، فتعالوا نقعد كده زي الناس العقلاء ونشوف من معه الحق ومن هو المبطل، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فالدعاء إلى الله والأنبياء جميعا على مدار التاريخ ناس أهل جدية، لأن الأمر جلل، الأمر أمر طاعة ومعصية، أمر جنة ونار، وبالتالي لا يحتمل الاستهزاء ولا يحتمل تضييع الأوقات. لكن أهل النفاق والعياذ بالله على مدار التاريخ إن هم يعلمون الحق ولا يريدون اتباعه، فبيستخدموا أساليب الاستهزاء هربا من الإلزام أو هربا من الحجة أو هربا من البرهان. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. يعني هؤلاء الكفار كان ينبغي أن يعتبروا، يعتبروا بماذا؟ بأنه الله سبحانه وتعالى أهلك ناسا قبلهم وجاءتهم أخبارهم، والعرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون أنه في أمم من قبلهم كانت أقوى منهم بمراحل، أكثر تحضرا وتمدنا منهم، ومع ذلك هلكوا وما عاد لهم أثر. والعرب أمة تعتني بالأنساب، يعني عارفين أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل، شوف النسب رايح فين، من ولد إسماعيل يعني أكثر من 3000 سنة النسب معروف. فلما يكون في ناس موجودين ولهم آثار في الجزيرة العربية زي ديار عاد وديار ثمود ثم لا يوجد أحد من نسلهم، إذن هؤلاء الناس تهلكوا كما أخبر القرآن. فينبغي عليهم إذا كانوا ناس عقلاء أن ينظروا ما السبب في إهلاكهم، ما الذي قطع دابرهم، ما الذي قطع نسلهم. فالقرآن بيخبرهم بيقول لهم ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. هؤلاء هلكوا وماتوا ولم يرجعوا بعد هلاكهم، لأنه خلاص هو فرصة واحدة فقط. الإنسان إذا مات مرة، وطبعا الإنسان لما بيموت بيرى الحقائق، يرى أنه من المكذبين، يرى أنه معذبين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه الإنسان بيرى مقعده من الجنة ومقعده من النار قبل أن يخرج من الدنيا. فإذا الإنسان رأى أنه هو من أهل النار عز بالله على طول هيقول قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لكن هذا لا يكون، هو اختبار واحد للإنسان أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، اللي أهلكوا دول مش هم بس اللي هيروحوا مش راجعين، خلاص هيروحوا للحساب ولن يرجعوا إلى الدنيا مرة أخرى، ولكن هذه سنة باقية مستمرة ستطبق على الجميع. فأنتم أيها الناس يا من نزل فيكم القرآن، يا من تكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم أن تعتبروا بهذا وألا تقعوا فيما وقع فيه من كان قبلكم. يبقى وإن كل من خلق الله سبحانه وتعالى سيحضر، سيحضر يعني سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. يبقى هذه الآيات من الآية رقم 28 الآية 32 بتتكلم عن إنه إهلاك المكذبين من سنن الله سبحانه وتعالى في الأمم السالفة، وإنه هذا المصير ليس ببعيد عن كل مكذب إذا أراد الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الآية كأنها بتوجه رسالة لمن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدعوه عن طريق التخويف والترهيب أن يقبل على الإيمان بالله ورسوله. طيب، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم بخلقه ويريد من خلقه الإيمان ويريد منهم أن يهتدوا وأن يكونوا جميعا من أهل التقوى،
ربنا هيقدم للناس مجموعة من الدلائل حتى يأخذ بأيدي هؤلاء المكذبين بالإيمان. فربنا بيكتفيش الآن في الآيات بإيه؟ بالترهيب فقط، ولكن إذا أردتم الإيمان تعالوا نفكر بالعقل، تعالوا شغل أقولكم. فهتعرض الآن الآيات مجموعة من الآيات الكونية الدالة على تمام قدرة الله سبحانه وتعالى وعلمه، الآيات الكونية الدالة على تمام قدرة الله سبحانه وتعالى وعلمه. فهتبدأ بآية خلق الإنسان والزروع والثمار حتى يوقن الإنسان بقدرة من خلق هذا الخلق على تنوعه، على أنه يستطيع إعادة هذا الخلق مرة أخرى إذا فني. فيقول الله سبحانه وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. هذه الأرض نحن نراها يابسة، نحن نراها ميتة غير حية، لا زروع فيها ولا ثمار. ثم عن طريق سر إلهي يتصل مخلوق بمخلوق فيطلع مخلوق ثالث، يتصل مخلوق هو الماء بمخلوق يابس هو الأرض، فيخرج مخلوق آخر هو الزروع والثمار التي منها يحيى الإنسان والتي بها يعيش الإنسان. الإنسان كان ينبغي أن يفكر في هذا. فالله سبحانه وتعالى يقول: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قادرا على إحياء الأرض بعد موتها بسر اسم المية، ألا يكون سبحانه وتعالى قادرا على إحياء الناس بعد موتهم بسر اسم الروح؟ يبقى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هذه الأرض التي كانت ميتة يخرج منها إعجاز، هذا الإعجاز هو هذه الحبوب وهذه الثمار التي منها الحياة، فهي ميت أخرج حيا، ثم صار هذا الحي سببا لحياة الناس جميعا. فكأنه أيضا الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول للناس أن سبب حياتكم ليس بأيديكم. الإنسان بيحيى عن طريق طعام والشرب، لو لم ينزل الماء من السماء ماء العذب، لو لم تنبت الأرض يموت الإنسان. فالإنسان فقير، فقير إلى نعم الله، فقير إلى رحمة الله، يحتاج كل يوم إلى حاجة تحييه، حاجة تمد بالحياة. من أين جاءت هذه النعم جميعا الذي يرسلها ويحييها ويؤلف بينها بحيث تنبت وتكون صالحة لحياة البشر؟ هو الله سبحانه وتعالى. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. هذه الأرض أيضا تدل على أن الخالق بديع، يعني مش مجرد كل وخلاص أي حاجة تبقيك على قيد الحياة، زي كده ما يكون الواحد ممسوك أسير عند أعدائه فيدور بس يدوب ما به يحيى علشان وقت تبادل الأسرة يبقى في بني آدم صاحي يبادل به حد، فهو بيديله إيه؟ ما يبقي على حياته، مية ويعيش كل يوم وحاجات كده بسيطة. لا، الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وأراد أن يرزقهم من هذه الأرض رزقهم على قدره سبحانه وتعالى. كان يمكن جدا أن ربنا سبحانه وتعالى ما يجعلش الأكل غير صنف واحد بس صنف واحد الواحد يأكله يحيا، لكن الله سبحانه وتعالى لما رزق على قدره، ورزق أيضا بما يدل على أسمائه الحسنى، فهو البديع الحكيم الباري. فأيضا هذا التنوع في المأكولات والمشروبات
يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعلى تمام قدرته. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. إذا الإنسان يأكل من هذه الثمار ويأكل أيضا مما عملته يده، وما عملته يده هو نتيجة ما خلق الله سبحانه وتعالى. يعني كل صنعة من الصناعات أصلها شيء مما خلق الله سبحانه وتعالى. يعني هتقول لي مثلا صناعة السيارات ما هي جت منين؟ من الحديد. والحديد جاي منين؟ احنا اللي اخترعناه ولا احنا اكتشفناه؟ موجود في باطن الارض، موجود في باطن الارض. اللي هيشتغل نجار منين خشب بيجي؟ مما خلق الله، مش كده؟ اللي هيشتغل بناي يبني البيوت منين؟ من فين الارض؟ فحياة الانسان وصناعات الانسان مش من خلق الانسان، وانما اصلها يرجع الى ما خلق الله سبحانه وتعالى. فالانسان بياكل مما خلق الله مباشره الزروع والثمار، او ياكل مما عملته يده، واصل هذا الصنائع كلها والحرف كلها من ايه؟ من خلق الله ايضا. حتى الورق اصله ايه؟ برضو الاشجار او انواع معينه من الاشجار. فكل حاجه فكروا كده، القماش مصانع الألبسة وكذا كلها أصلها منين؟ من الأقطان وكذا إلى آخره، وكلها أصلها إيه؟ زراعات. فالصناعة والزراعة كلها قائمة على خلق الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يأكل من خلق الله إما مباشرة وإما بواسطة عمل يده. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. يعني المفروض الواحد كده يفكر، يعني من أين جاءني هذا الطعام؟ من إنبات الأرض. وكيف أنبتت الأرض؟ من ماء السماء. من الذي أنزل ماء السماء؟ الله. كده لو أنا شغال نجار أو صانع ملابس، من أين تأتي هذه الملابس؟ من القطن. ومن أين يأتي هذا القطن؟ من الأرض. وكيف أنبتت الأرض؟ كذا. فكل حاجة هتدل الإنسان مهما كانت صنعته وحرفته على الله سبحانه وتعالى. أفلا يشكرون. وإذا وصل الإنسان إلى الله فينبغي شكره على ما أنعم. يعني أقل واجب إنه من يقدم لك خيرا تشكره. والعلماء بيقولوا إن شكر المنعم واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك فقال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فأنت بتشكر من قدم لك معروفا، بتشكر واحد ساعدك في حاجة. فإذا كان أصل النعم هو الله، يبقى إذن هو المستحق لكل شكر وكل حمد. عشان كده بنردد إحنا يوميا 17 مرة الحمد لله. يعني الحمد لله ألف واللام دي معناها إيه؟ الاختصاص. الله عز وجل مختص بالحمد، يعني كل المحامد لله. حتى لما أنت بتحمد إنسان أو تشكر إنسان فهو راجع إلى الله، إنه ما خدمكش بحاجة إلا وهي من الله سبحانه وتعالى. فإذا أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها. من بديع صنع الله سبحانه وتعالى إنه خلق هذه الدنيا أزواج، كل حاجة أزواج، الليل ونهار بزوج، مش كده؟ الإنسان ذكر وأنثى أزواج، الحيوان ذكر وأنثى أزواج، النباتات في نبات يلقح ونبات يلقح، وهكذا. فطبعا كون إنه الحياة اللي إحنا بنحياها عبارة عن موجب وسالب، وعبارة عن زوجين في كل حاجة، ده من أعظم الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. لأنه لو فرضنا زي ما بيقول الجماعة بتوع التطور إنه الخلق ده عشوائي عبثي خلق بالصدفة، فالمخلوقات تتطور، تمام؟ فإيه اللي يجعل في رابط؟ يعني إذا قلنا إن الذكر يتطور والأنثى تتطور والحيوانات ذكر وأنثى تتطور، فليه دايما في روابط بين الذكر والأنثى؟ هذا يعني إنه هناك من ينظم
هذا الوجود بحيث يكون في ترابط واتصال لمنافع الناس بعضها ببعض. يعني يكون انه هذه الانثى مخلوقة لهذا الذكر، ده دليل على وجود انه في حد عمل هذه الرابطة، مش كده؟ كون انه هذا الماء مخلوق لهذه الارض، وهذه الحبة تنبت في هذه الارض. مين اللي ادهم الشفرة؟ مين اللي خلاهم يتعرفوا على بعض بحيث يخرج منهم مخلوق جديد؟ ده من اعظم الادلة على وجود الله سبحانه وتعالى، وجود الانتظام ده، اتصال المنافع، ان كل حاجة في الوجود تحس ان هي مخلوقة لما حولها. يبقى إذن سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ثم تبدأ الآيات الآن بذكر آيات أخرى. يبقى إذن الآيات عندنا من 33 ل 36 تتحدث عن آية الخلق والإحياء بعد الموت، آية الخلق والإحياء بعد الموت التي ينبغي أن تسترعى انتباه كل إنسان، فيعرف الإنسان من خلال هذه الآيات الكونية الكثيرة قدرة الله سبحانه وتعالى على الإحياء بعد الموت وعلى بديع صنع الله تعالى. هتبدأ الآن تنتقل الآيات للفت الأنظار إلى آية أخرى، آية كونية أخرى، وهي آية النظام والإحكام، آية النظام والإحكام، لكن هذه المرة فين؟ في السماء وليس في الأرض. يبقى كأن الإنسان محاط في السماء وفي الأرض بنظام محكم وخلق بديع، ينبغي أن الإنسان أيضا يلفت انتباهه أنه من الذي نظم هذا النظام ومن الذي أحكم هذا الخلق. فيقول الله سبحانه وتعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. تعرفين السلخ معناه ايه؟ انك بتشد حاجة من حاجة، فكأنه الاصل هو الليل والنهار عارض، يعني انت اخذت من الليل نهارا، يبقى كأنه الاصل هو الايه؟ هو الظلام، هو الظلام، والنهار او الضوء عارض، تمام كده؟ ويمكن العلم الحديث اثبت هذا، ان احنا عايشين في كون مظلم، يعني الكون اللي احنا عايشين فيه ده الاصل فيه انه مظلم. الانسان لو طلع بره الغلاف الجوي اللي احنا عايشين فيه دوت، ما تقوليش فين الشمس، ما الشمس بتنير الارض بطرق معينة، انه في يعني في مواد معينة موجودة في الغلاف الجوي بتساعد الشمس على ان هي ضوءها ينعكس على الارض. لكن الانسان اذا خرج خارج الغلاف الجوي المحيط بالارض لو عمل كده مش هيشوف ايديه. فإحنا الكون ده عبارة عن ظلام دامس، ولما يجمع الشمس والقمر أيضا يوم القيامة الناس هيخرجوا من قبورهم في ظلام دامس. لذلك القرآن بيقول إنه هيبقى من نعم الله على بعض خلقه إنه لما يحيي الناس بعد الموت للحشر والجزاء والحساب هيمن على بعض الناس بالنور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، مؤمنين ومؤمنات بس مش اي حد، يسعى نورهم، يعني بعد دلوقتي ما في الدنيا النور للكل، المؤمن والكافر، مش كده؟ الطائع والعاصي. ما هي احنا دلوقتي في ايه؟ في البراح. دلوقتي احنا في الايه؟ في البراح. بعد كده النعم لا المؤمنين بس. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم. ليه بقى ربنا امتن على المؤمنين بسعي النور بيديهم؟ لانه في ظلام، الناس طلعت من قبورها مش شايفين نفسهم، سامعين اصوات بس، الناس كلها بتصرخ، الناس بتعمل، الناس خايفة، الناس كذا، ومش عارفين ايه اللي بيحصل حواليهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات. وبعدين هيجي المنافقين الكافرين عايزين يعني ايه؟ يشوفوا اي حاجة من خلال نور المؤمنين. زي بالظبط انت كده ما تكون النور العربية بتاعك بايظ، فانت ايه بتشوف اي عربية مولعة عشان تمشي وراها بدل ما تدخل في اي حاجة. فهو الكافر والمنافق هيعمل كده، هيشوف الناس المنورين دولت ويمشي في ايه؟
ويمشي عايز يمشي في نورهم. فربنا يقول فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة، داخله خلاص في حاجز، باطنه المؤمنين موجودين فيه الرحمة، وظاهره خارجه من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. يبقى إذن الأصل هو الظلام، ثم الله سبحانه وتعالى يضيء ما شاء بما شاء. يبقى إذن ربنا يقول وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. إحنا طبعا لما الأمور بنعتادها وتتكرر كثيرا بنظن هي كده، هي البلت إن بتاعها كده، كل يوم في ليل وبعد الليل نهار وبعدين ننام نصحى نلاقي ليه نهار تاني وبعدين ننام نلاقي نهار تاني، فكأنه الكون هو كده ومش هيكون غير كده. لا، من قال؟ من قال؟ هو ربنا أراد أن يكون كذلك لبعض الوقت، ومهما طال الزمان ربنا سبحانه وتعالى سيغير هذا. يبقى إذن وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، وجود الشمس عارض أيضا، تجري لمستقر لها، هتظل منتظمة حتى يأتي الوقت الذي يقول الله فيه وجمع الشمس والقمر، مستقر لها حتى نهايتها، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى باختلال هذا النظام الكوني. والشمس تجري لمستقر لها. طب أهل الجنة مش عندهم شمس؟ لا، ما فيش شمس في الجنة، وإنما في نور، في نور ليس مصدره الشمس، وإنما نور يخلقه الله سبحانه وتعالى أهل الجنة. ووقت أهل الجنة واحد، ما فيش ظلام. الظلام فين؟ في النار. الظلام في النار، النار مظلمة. شوف النبي لما يقول إن الله أوقد على النار ألف عام حتى احمرت، ثم ألف عام حتى أبيضت، ثم ألف عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. يبقى إذن السواد في النار، الليل في النار، أما الجنة فهي نور أبدا. طب أهل الجنة يعرفوا إزاي إنه الليل جاء حتى يستريح وتغلق أبواب الجنة لكن لا يحل بها ظلام أبدا؟ يبقى إذن والشمس تجري لمستقر لها، استقر لها حتى ينتهي هذا الكون كما ينتهي كل شيء. ذلك تقدير العزيز العليم. هذا ما قدره الله أزلا، هذا ما كتبه الله أزلا، إنه هذا الكون سيخلقه الله سبحانه وتعالى لفترة محدودة ليختبر فيه عباده، ثم بعد ذلك يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. يبقى ذلك تقدير العزيز العليم. يبقى ده مش هيحصل، كأنه عايز يقولك إنه الشمس إذا هلكت أو إذا النجوم اندثرت أو إذا البحار سجرت أو إذا حصل كل هذا الاختلال الكوني، لن يحصل بغير تقدير الله، وإنما ده مرتب له سلفا. ذلك تقدير، هذا ما قدره الله عن علم، مش الأمور فرطت من إيد ربنا سبحانه وتعالى مثلا، أو حصلت الأمور غصب عنه سبحانه وتعالى كما نتصور أنفسنا في الدنيا. لا، ذلك تقدير العزيز العليم. العليم مفهومة، لكن إيه لازمة العزيز هنا؟ يعني إذا كان في تقدير سابق، يعني تخطيط سابق لشكل الحياة وشكل انتهائها، فده يدل على العلم، لكن العزيز هنا ايه؟ يعني فعل ذلك كله وهو غني عن خلقه. يعني مش عشان مثلا احيانا احنا كده لما الواحد فينا مثلا يرسم لوحة جميلة او يعمل عمل عظيم مرتب ومنمق ومنظم، او لما الست تعمل اكلة جميلة وتعمل ترابيزة كده وصفرة وتبقى الناس كده يعني عشان تتبسط، او ترتب بيتها او لما في اي نوع من الاحكام والنظام والعمل المتقن الانسان بيعمله، بيعمل دوت وهو يطلب من الناس شيئا، عايز يريحهم، عايز يسعدهم، عايز يبسطهم، عايزهم يقولوا شكرا في الاخر، يعني في ايه، في غرض ما، مش كده؟
الإنسان بيبقى كده متطلع لأنه هو يرضي الناس اللي حواليه، إما لأنه هو بيحبهم أو لأن هم بيحبوه أيا كان. فهل الله سبحانه وتعالى حين خلق هذا الخلق وأبدع هذا الصنع وخلق هذا الكون وفق هذا الترتيب العجيب، هل هو سبحانه وتعالى يتطلع ويريد ويعود عليه عبادة عباده وشكر عباده له بالنفع؟ أبدا، فعل ذلك وهو عزيز وهو لا يحتاج إلى خلقه، فلا تضره معصية ولا تنفعه طاعة. فإذا الله لا يتطلع، مش ما عملش كل هذا الإبداع والإحكام لأنه يريد شيء، لا، هو عزيز سبحانه وتعالى غني عن خلقه، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون في منازل مختلفة، يعني يسير في نظام معين ثم تختلف أشكاله في كل منزل من المنازل حتى يصير كالعرجون القديم، زي العصا، العصا المعوج القديم لما يبقى هلال، حتى عاد كالعرجون القديم، ثم تعود دورته مرة أخرى، يعني هو هيصير كالعرجون القديم ثم تعود سيرته مرة أخرى، وهكذا حتى أيضا يأتي الوقت الذي ينتهي فيه هذا. طبعا ربنا ما قالش هنا إيه والقمر يجري لمستقر له، لأنه مفهوم من السياق، فإذا كان ده يحصل مع الشمس فهيحصل مع القمر أيضا. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. القمر والشمس الاثنين كل واحد فيهم عارف خط سيره ولا يمكن أبدا أن يختلطا، ليه؟ لأن كل واحد له فلك، كل واحد ليه عظيم ماشي عليه، تمام؟ حتى يأذن الله سبحانه وتعالى، يبقى ده الأصل في الدنيا هنا، إنه في نظام كوني، في إبداع صنع من الله سبحانه وتعالى، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بأن يجمع الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر. يبقى عندنا الآيات من 37 ل 40 تتحدث عن آية الإحكام والنظام وبديع صنع الله سبحانه وتعالى. تنتقل الآيات الآن لآية أخرى من الآيات الكونية المتعلقة المرة دي بقى بالبني أدمين. احنا عندنا المجموعة الأولى اللي هي الآيات من 33 ل 36 آيات الله في الأرض وقدرة الله سبحانه وتعالى للإحياء بعد الموت. الآيات من 37 ل 40 الآيات الكونية الموجودة في السماء الدالة على بديع صنع الله وإحكام هذا الصنع. هتنتقل الآيات الآن للحديث عن آية أخرى متعلقة بالخلق، وأن الله سبحانه وتعالى كما أحكم صنعه في الأرض والسماء كذلك أحكم صنعه وقدر للخلق في هذه الأرض أقواتهم. فيقول الله سبحانه وتعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. هذه الآية المرة دي متعلقة قلنا بإيه؟ بالخلق، بالإنسان وليس بالكون. ثم الآية بتقول إنه الإنسان يستفيد من سنن الله الكونية، يعني الله جعل هذا الكون بهذا النظام المحكم حتى يتمكن الإنسان من الاستفادة منه. يعني تخيل انت كده كل ما تزرع زرعة تطلع لك حاجة مختلفة، او مرة تنبت ومرة لا تنبت، فتبقى انت محتاج تجرب كل حاجة والحاجة هتجربها لمرة واحدة، فالحياة لن تنتظم. فربنا سبحانه وتعالى وضع في هذا الكون قوانين، القوانين دي قوانين ديت من شأنها ان هي تمكن الانسان من فهم الكون، وبالتالي تمكنه من تسخير الكون، وبالتالي تمكنه من أن ينظم حياته على هذه الأرض. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الفلك هذا، الفلك اللي هو المراكب التي تسير في البحار، من صنع الإنسان.
والبحار من صنع الله سبحانه وتعالى، وأصل الفلك شيء خلقه الله سبحانه وتعالى وهو الأشجار، ثم الإنسان يسخر هذا الفلك لأغراضه المختلفة، وهذا آية من آيات الله. ليه الآية بتقول كده؟ حتى لا يتصور الإنسان أنه استقل بالفعل، يعني مش معنى أنك استطعت أنك تعمل سفينة وأنك تسير بهذه السفينة من هذا الشط إلى هذا الشط أنك صرت أنت الفاعل، لا، الفاعل هو الله، لأنه الذي خلقك هو الله، الذي أنبت الأشجار فصنعت منها الفلك هو الله، الذي سخر لك البحر لتركبه هو الله. فبالتالي هذه آية من آيات الله، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. يبقى الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان أشياء يركبها من صنعه، وهذه الأشياء اللي من صنعه ترجع إلى خلق الله سبحانه وتعالى، ثم خلق الإنسان يركب أمور يركبها وأشياء يركبها هي من صنع الله مباشرة، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. إيه الحاجات اللي من مثله ما يركبون؟ ما قاله الله في سورة النحل، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. يعني إمساك الإنسان وهو ثقيل، أو إمساك الحديد اللي تصنع منه السفن الآن وهو ثقيل جدا على الماء الخفيف، هذا آية من آيات الله، لآية من آيات الله. إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. يعني إلا أن الله سبحانه وتعالى شاء أن ينشر رحمته على الخلق فيسخر هذه القوانين الكونية لمصلحتهم إلى حين. إيه هو الحين بقى؟ حتى يموت الإنسان أو حتى تقوم الساعة. يبقى الله سبحانه وتعالى أراد أن يسخر الإنسان أو يسخر الإنسان هذا الكون رحمة منه سبحانه وتعالى حتى يأتي يوم الحساب. طيب، يبقى إذن الآيات الآن عندنا من آية 33 لحد الآية 44 كلها حديث عن آيات الله سبحانه وتعالى. بنخرج من هذه الآيات الكثيرة بعدد من الصفات الإلهية. من هذه الصفات صفة الخلق، صفة الرزق الرزاق الخالق الرزاق، صفة المحيي، صفة الحكيم، صفة البديع، صفة العليم، صفة العزيز، صفة القوي، صفة الحكيم، وهكذا. يبقى كل هذه الآيات دالة على الله ودالة على صفات الله سبحانه وتعالى. طيب، المؤمن لما يقرأ هذه الآيات ويعرف هذه الصفات واجبه إيه؟ أو الإنسان واجبه إيه؟ واجبه حاجتين. الحاجتين دول تذكرهم الآيات من 45 ل 47. يبقى أنت أيها الإنسان المعرض عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم قدامك حجج كثيرة، آيات كثيرة كونية تدل على أنه الله سخر لك هذا الكون وخلق لك هذه المخلوقات وأنعم عليك بهذه النعم. الواجب هو أولا الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، الواجب هو شكر المنعم، شكر المنعم سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. يعني هذه الآيات أهي، فإيه بقى؟ اتقوا عذاب الدنيا والآخرة عن طريق الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، عن طريق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. اتقوا ما بين أيديكم في الدنيا
لأن الله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يهلك الكفار أهلكهم كما حدث قبل ذلك. وما خلفكم وما ينتظركم في الآخرة لعلكم ترحمون، يعني إن اتقيتم سترحمون. وإحنا قلنا لحضراتكم قبل كده إنه لعل من الله تدل على الثبوت، كل لعل وعسى من الله تدل على الثبوت. فلما ربنا هنا يقول لعلكم ترحمون يعني إن اتقيتم سترحمون، ستدخلون في الرحمة الإلهية. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. لكن للأسف بعض الناس موقفهم هو المزيد من الإعراض، يبقى مزيد من الحجج تجعل بعض الناس يزيد ويعني يزداد كفرا وإعراضا. وإذا قيل لهم أنفقوا الشكر، يبقى أنت إذا كان المنعم هو الله فشكر هذا المنعم سبحانه وتعالى واجب. وشكر النعمة هنا مش معناها فقط قول اللسان الحمد لله، ولكن معناها صرف هذه النعم فيما أراد الله. شكر النعمة معناها صرف هذه النعمة فيما أراد الله. فإذا كان الإنسان عنده مال وهذا المال من الله فشكره إنفاقه على عباد الله وعلى الحقوق التي أوجب الله. إذا كان الإنسان عنده جاه ونفوذ ومناصب فشكر هذه النعمة أن يصرف هذا لخدمة عباد الله. إذا كان الإنسان عنده آلات عين وسمع وبصر وصحة فشكر هذه النعمة أن يصرفها في طاعة الله وهكذا. إذن شكر النعم معناها إيه؟ صرف هذه النعم في مراد الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله طعمه. ما زال الكافر عقله ضيق يظن إن إحنا لما نقول له أنفق لأنك هو ربنا محتاج، ما هو الفقير ده لو ربنا عايز يديله كان يداله، أنا ماليش علاقة بالموضوع. فنقول له أن الله سبحانه وتعالى يعطيك لتعطيه، الله أعطاك لتعطيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها أخذها الله منهم وحولها إلى غيرهم. فأنت لما ربنا بيديك نعمة معينة ربنا مديها لك علشان أنت تكون وسيلة أو صورة من صور إيصال الرزق إلى العباد. عندك مصنع، عندك شركة، عندك زوجة، عندك أولاد، فأنت مجرد موصل. لازم الناس تنظر لنفسها كده أن هي ربنا ما بيديهم أكثر من حاجتهم، معنى كده أن ربنا عايزك تبقى إيه؟ موصل للنعم للعباد. طيب هتقول لا ده كله بتاعي أنا لوحدي، هتبص البركة قلت والأموال دي هتصرفها بس بدل ما هتديها المرة دي الفقير هتبقى رزق الدكتور مش كده، أو رزق هتصرفها بقى في أي حاجة، المهم إن هي هتروح رزق للعباد وخلاص، المهم إن هي رزق للعباد. فأنت طلعها بمزاجك أحسن ما تخرجها مع ابتلاء والعياذ بالله. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. هذا التفكير تفكير أهل الضلال والحيرة، الناس اللي لا ترى الأمور على ما هي عليه، ما تعرفش الحقيقة إيه. الحقيقة التي هي أن الله يعطي خلقه الكثير من النعم ليكونوا موصلين لهذه النعم لخلق الله. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك للحديث عن بعض مشاهد يوم القيامة، بعض مشاهد يوم القيامة. يبقى الآيات قالت لهم يعملوا إيه في الدنيا، الإيمان والشكر، تمام. ثم ستذكر الآن بعض مشاهد يوم القيامة، فهتذكر من الأمور السمعية خمس حاجات من الأمور السمعية التي أخبرنا عنها القرآن والتي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، خمس حاجات هتذكر: النفخة الأولى، النفخة الثانية،
النشر، الحشر، الحساب. سيقول الله سبحانه وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. إيه هو الوعد بقى؟ الوعد اللي هو إنه في حياة بعد الموت، إنه في بعث، هو ده الوعد، تمام؟ ولما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الكفار في مكة بإنه يا جماعة في حياة بعد الموت، كان ده الخبر العاجل في مكة. ده الإيه؟ عارفين أنتوا كده قناة الجزيرة لما تقول لك خبر عاجل وتقطع كده البرامج والحاجات دي، فلما النبي قال لهم، لما النبي قال لهم هناك حياة بعد الموت، كان ده الخبر العاجل، ده حديث الساعة، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. فالخبر العاجل ده ما زال يشغل أذهانهم، متى اللي انت قلت لنا، لأنه حاجة عظيمة. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة. هؤلاء ما ينظرون إلا صيحة واحدة، يعني ما ينتظرون، يعني هم في الدنيا الآن في انتظار. في انتظار ماذا؟ في انتظار بداية الانقلاب الكوني الهائل اللي هيحصل. هذا الانقلاب الكوني الذي يبدأ بالنفخ في الصور، النفخ في الصور، النفخة الأولى التي يموت بعدها كل من على ظهر الأرض. ونفخ في الصور، الله عز وجل يقول: ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذن ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يعني زي ما ربنا قال كده: ما لا تأتيكم إلا بغتة. يعني تخيل أنت كده اثنين في السوق، بيقول له يا عم دي بخمسة، يقول لا لا أنا مش هاخدها غير بأربعة ونص، بتقوم الساعة في اللحظة دي تأخذهم وهم إيه؟ يخصمون. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما، وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه. يعني الواحد حط كده البضاعة بتاعته عشان يبيعها، ما يبيعهوش، يعني هو نشره قامت الساعة مش هيلحق يبيعه. فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولا تقومن الساعة، يعني حتى مش هيلحقوا ان هم يلموا البضاعة. ما هو الانسان بقى يعني ايه عايز لحد اخر لحظة وهو عنده امل لسه. ولا يطويانه ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. يعني بيعمل كده ايه الحوض بتاع المية بتاعه، بيعمل محارة كده على الحيطة ولا حاجة، فهو ايه وهو بيعمل كده مش هيلحق يحط فيه المية عشان يسقي فيه. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. لبن الايه المعزة بتاعته ولا الحاجة بتاعته دي، فهو انصرف خلاص حط اللبن علشان بقى هيشرب فلا يطعمه. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يأكلها. يبقى لا تأتيكم إلا بغتة. يبقى ربنا هنا لما يقول تأخذهم، شوف تأخذهم يعني بسرعة، وهم يخصمون، وهم يختصمون في البيع والشراء، أو وهم يختصمون في سائر أمور الدنيا. واحدة بتزعق لجوزها، واحد بيزعق لمراته، واحدة بتزعق لابنها، اللي هي الحياة العادية بتاعت الناس، وهم يخصمون يعني واخداهم الدنيا على الآخر. فتأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. يعني انقضى الأمر خلاص، يعني ما حدش هيقول لحد اعمل كذا أو خد بالك من كذا، ولا حد هيقدر يقول لنفسه طب ألحق أتوب لما يوقن بقى أنه في دمار هائل هيحصل وأنه الناس هلكة لا محالة. فإيه؟ فلا يستطيعون توصية، هنا يعني يوصي بعضهم بعضا بشيء، أو لا يعني خلاص المواعظ مش هتنفع في الوقت ده. يعني الآن
في هذا المجلس وفي غيره نحن نستطيع التوصية، يستطيع أن يوصي بعضنا بعضا بالتوبة بالطاعة بالرجوع إلى الله. وقت قيام الساعة انتهى خلاص، كل واحد مشغول بنفسه، فلا يستطيعون توصية، أو توصية معناها أنه لا يستطيعون توبة، يعني لا يوصي نفسه بالتوبة، يبقى لا يستطيعون توصية، يعني لا يوصي بعضهم بعضا أو لا يوصي الواحد منهم نفسه بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، يعني اللي هتقوم عليه الساعة وهو في شغله خلاص مش هيرجع بيته، اللي هتقوم عليه الساعة وهو في الشارع مش هيرجع بيته، اللي هتقوم عليه الساعة وهو في الجامعة أو في رحلة أو في البحر خلاص. ولا إلى أهلهم يرجعون، منزلك بعد ذلك خلاص مش هو المنزل اللي في الدنيا، هناك خلاص انتهى الأمر. ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور، بعد النفخة الأولى التي تأخذ الناس بغت هذه، هناك نفخة ثانية، هذه النفخة الثانية يحيى بعدها من في السماء ومن في الأرض. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. دي بيسموها الإيه؟ النشر. النشر وهو إخراج الناس من قبورهم، إخراج الناس من قبورهم أو إحياء الناس بعد موتهم. فإذا هم من الأجداث القبور إلى ربهم ينسلون، ينسلون يسرعون، هيسرعوا فين؟ الواحد يصحى من قبره يطلع من التراب مش عارف يروح فين ولا يجي منين. الملائكة، هاي الواحد هيصحى من قبره يلاقي الملائكة بتسوقه، بتسوق الخلق إلى أرض المحشر، الناس تصحى من كل مكان في الأرض، الملائكة موجودة منتشرة في كل مكان وتسوق الناس تجمعهم جميعا إلى أرض المحشر. ينسلون يسرعون، قالوا يا ويلنا، ده اللي احنا كنا بنكذب به شفناه بعينينا الآن، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. للأسف طبعا في الآخرة كل الناس هيبقوا مؤمنين، وإيمانهم مش هيبقى عن خبر، لا هيبقى عن عيان، هيبقى عن عيان، يعني إيمان قوي، لكن خلاص الأمر انتهى، الإيمان لا ينفع بعد طلوع الروح. فهم الآن هيقولوا إيه؟ هذا ما وعد الرحمن، يعني آمنوا الآن بالرحمن وآمنوا بقدرة الرحمن على البعث، مش كده؟ وصدق المرسلون، آمنوا دلوقتي بالأنبياء وما أخبروا به بعد الاستهزاء والتكذيب، تمام؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الرحمن اسم من أسماء الله تعالى، والعلماء بيفرقوا بين الرحمن والرحيم، بيقولوا الرحمن الذي يرحم عباده المؤمنين، الرحيم الذي شملت رحمته المؤمنين والكافرين. فالرحمن هنا معناها إن الآخرة يوم الرحمة للمؤمنين، زي النعم في الدنيا للمؤمنين والكافرين، في الآخرة للمؤمنين، الرحمة في الدنيا للمؤمنين والكافرين، في الآخرة للمؤمنين. عشان كده ربنا قال والآخرة عند ربك للمتقين، الآخرة للمتقين بس، والآخرة يبقى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الله عز وجل يقول إن كانت إلا صيحة واحدة، يعني الأمر هين، الأمر سهل على الله، يسير على الله. الله سبحانه وتعالى يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، الأمر ما فيهوش تعب، إن احنا يعني لا تقس الأمر على نفسك، إن حضرتك لما مثلا تجهزي كوباية شاي مثلا العشرة غير لما تجهزي كوباية شاي لواحد، العشرة متعبة، عايزة تجهيز أكتر، عايزة مجهود أكتر. فإحنا أحيانا البشر بيقيس الأمور على نفسه كده، فربنا هيحيي إيه ده، إيه البشر دول كلهم؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقول لك ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وما مسنا من لغوب، فما تقيسش ربنا دايما على نفسك،
ليس كمثله شيء. يبقى إن كانت إلا صيحة واحدة الأمر يسير جدا، فإذا هم جميع لدينا محضرون، جميع لدينا محضرون للحساب، يحضرون أمام الله، يوقفهم الله سبحانه وتعالى أمامه. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، في ظلم يعني مش معنى أنك أصبحت في قبضة الله ها أنك ستظلم، لا أبدا، ما في ظلم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا نكرة، والنكرة تدل على التحقير يعني أدنى شيء، مفيش إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني الجزاء هيكون على قدر ما عملتموه في الدنيا. يبقى الآيات من 48 إلى 54 بتذكر خمسة من السمعيات التي أخبرنا بها القرآن وأخبرنا بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهي النفخة الأولى، النفخة الثانية النشر، الحشر، والحساب والجزاء. طيب لو حبينا كده نكتب هذه العناصر بسرعة، احنا قلنا ايه الآيات من 28 ل 32 إهلاك المكذبين، ثم بعد ذلك آيات الله الكونية. هذه الآيات الكونية قلنا ثلاث مجموعات، وآيات لهم وآيات لهم وآيات لهم، مش كده؟ الآية الأولى آية الخلق والإحياء بعد الموت، الآية الثانية آية الإحكام والنظام، الآية الثالثة آية العناية في البر والبحر بالخلق والإحياء بعد الموت، ماشي؟ ثم بعد ذلك تتكلم عن واجب المؤمن أو الواجب ما ينبغي فعله بعد رؤية الآيات، أيضا حاجتين قلنا الإيه؟ الإيمان والشكر. ثم بعد ذلك تتحدث الآيات عن بعض مشاهد يوم القيامة، وهتذكر من هذه المشاهد خمس حاجات، اللي هي النفخة الأولى، النفخة الثانية، النشر، الحشر، العرض والحساب. هذا والله أعلم. أي سؤال؟ حسيت ان يعني الضغط دي ما فيه كانه ما فيش اي علامات، كانه كل العلامات الكبرى من الناس مش هتاخد بالها. نعم النبي لما بيقول، النبي قال في الحديث انه هتطلع الشمس من مغربها، مش كده؟ ودي اول العلامات الكبرى، طلوع الشمس من مغربها. بيقول لك سياتي على الناس زمان يقول الرجل للرجل ما سنك؟ فيقول ولدت يوم طلعت الشمس من مغربها. فمعنى كده ان العلامات هتمر على الناس كأنه حدث عن، طبعا زي بالضبط، انت عارف الموضوع عامل زي ايه، زي الايات يعني هل طلوع الشمس من مغربها اعظم ولا احياء الموتى اللي بيحصل قدامنا كل يوم، الارض اللي بتنبت كل يوم، السماء اللي بتنزل كل يوم، الشمس اللي بتشرق كل يوم، دي كلها ايات ومعجزات لكن لا يراها الا المؤمن. يعني الموحد لما يجي يقول لك ليه ما فيش معجزات، حبيبي انت نفسك وجودك معجزه. فلان بالضبط المساله زي كده، كما انه ايات الله الكثيره لا يراها الا المؤمن صاحب البصيره، كذلك لن يعتبر بايات قيام الساعه او قرب الساعه سواء كانت علامات كبرى او صغرى الا المؤمن. الدجال لما هيجي في ناس هيصدقوه، مع أن النبي شوفي يقول لك ما بعث نبي إلا وحذر أمته الدجال، وإحنا كمسلمين دعاء بعد الصلاة وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة المسيح الدجال، ومع ذلك لما هيجي في ناس هيصدقوا. فالآيات الآيات قيام الساعة لا تظنوا
إن هي الناس خلاص بقى قامت الساعة أو اقتربت الساعة فنقدر على الله بقى. لا، لو الإنسان ما عندوش رصيد مش هيحصل طفرة، هيتفضل حياته زي ما هو. ما هو النبي قال بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني هو بعثت النبي في حد ذاتها علامة من علامات الساعة. وبعدين من علامات الساعة الصغرى ما احنا عايشينها، عايشين فيها، ومع ذلك الناس عايشين حياتهم عايز. لما النبي يقول انه من علامات الساعة كثرة القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، اللي حاصل في حوالينا في كل حتة. لما النبي يقول اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة، فهل احنا منتظرين الساعة؟ لا، احنا عايشين حياتنا ما ننتظرش حاجة. أن تلد الأمة ربتها، إن البنت تعامل أمها كأن هي الأم، تقعد تتأمر عليها وتأمرها وتعملي لي كوباية شاي وكذا وبتاع، كأن هي الأم. أن تلد ده حاصل قدامنا، ودي علامة من علامات الساعة. التطاول في البنيان حاصل وشفناه وموجود وما زال. تقارب الأسواق، المولات في كل حتة، إحنا عايشين في وسط محلات تجارية كلنا، كل شارع تحت محلات تجارية. تقارب الأسواق وده من علامات الساعة، ومع ذلك الناس عايشة حياتها عادية. فاللي ما عندوش رصيد مش هتفرق مع الحاجات دي، هيبقى على طول يعيدهم، وهو دي وظيفة الشيطان، يعيدهم ويمنيهم. يعني إذا كان حتى يعني عنده شيء من الإيمان، لسه معانا وقت، دايما معانا وقت، دي هتفضل معاه. ربنا يعافينا. تطلع من مغربها مرة وتنتظم بعد ذلك، وتبقى دي علامة من علامات قرب الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا تقوم الساعة الا على لكع ابن لكع. لكع يعني كافر. وقال لا تقوم الساعة وعلى الارض من يقول الله الله. فالساعة هتقوم على كافر ابن كافر. يعني ايه كافر ابن كافر؟ يعني الكفر انتشر، بل وعبادة الأصنام عادت. نعم، لما تكسر بقى الفتن، يعني ما هو الحاجات دي برضو وفقا لسنة الله الكونية بتحصلش مرة واحدة، في تدريج وفي تمهيدات ليها من الدجال وأتباعه وكذا. فلما الفتن دي هتكسر، ده الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليه انه فظهر الارض، فباطن الارض خير من ظهرها. ده بالنسبة للمؤمن، يعني المؤمن غريب يتمنى ان هو يموت خلاص، يعني هعيش ليه في وسط القرف ده كله. فيبعث الله سبحانه وتعالى ريحا طيبة تقبض ارواح المؤمنين في ليلة واحدة، فلا يبقى على الارض الا كافر ابن كافر، من مات فقد قامت قيامته. نعم، وأيضا زي ما في علامات للقيامة الكبرى، في علامات للقيامة الصغرى، في علامات للموت، ربنا بيبعتها لنا إن الواحد يمرض، دي علامة إنك ضعيف، المرة دي أنت أقوى من المرض، المرة دي المرض أقوى منك. إنه يموت الواحد، يموت له قريب أو حد من معارفه، دي علامة. إن الواحد يكبر في السن ويبدأ شكله وملامحه تتغير، دي علامة. دي كلها من ربنا بالعباد. طيب، قال الذين كفروا الذين امنوا مثلهم من لو يشاء الله اطعمهم وبعدين انتم الا في ضلال مبين. مش ضرب على الكلمه ولا هي كلها كلمه واحده؟ لا، أنطعم من لو يشاء الله اطعمهم، ده كلام الكفار. إن أنتم إلا في ضلال مبين، ده رد القرآن عليهم، إن من يظن ذلك هو في ضلال مبين. ما هي اللغة العربية فيها الأسلوب ده، فيها أسلوب الالتفات ده وتغيير الكلام. إيه بتقول إيه؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يحتمل الاثنين، يحتمل أن يكون هذا من كلامهم توبيخا لأنفسهم أو يعني حسرة من أنفسهم، ويحتمل أن يكون من كلام الملائكة لهم توبيخا. أراكم على خير إن شاء الله. طيب، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.